وأما الآن مشاهدينا الكرام فمع النشرة الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف وشكرا أمينة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24، ويكون الجو فيه حار في الأسكندرية 30-23 مائل للحرارة، في مطروح 29-24 مائل للحرارة، في بورسعيد 31-24 يكون الجو فيها حار، في الإسماعيلية 35-24 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 23 يكون الجو حار، في العريش 31-22 يكون الجو أيضا حار، في طابة 32-21 يكون حار، في شرم الشيخ 37-28 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 37-27 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 والصغرى 26 ويكون الجو حار، في أسوان درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27 ويتسم الجو في أسوان بشدة الحرارة، في الوادي الجديد 40 والصغرى 25 يكون الجو أيضا شديد الحرارة، في شلاتين 38-26 حار، وأخيرا في حلايب 34-27 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.